أنا رح أحكي بالفقرة المقبلة عن اللقاء الأول، بدي أحكي عن الارتباط، عن الزواج، عن الأسرة مع سليمان بيك. ولكن قليلي لما بيخبرك عن طفولته هو بيكون زعلان إنه مات بي، ماتت أمي، ماتت أختي، ماتوا كتير ناس بصغرتها، طفولتي انسلخت مني. صحيح. لقلك أنت كيف بتكون يعني الزوجة بهالموقف؟ شو بتكون ردة فعلك؟ يعني بتسكتي بتحكي؟ شو حسب، إذا لازم اسكت بسكت، إذا لازم قول شي بقول شي، إذا لازم ابكي ببكي، إذا لازم اضحك وضحكوا بضحك وضحكوا. يعني أنا بحس إنه دوري إلى جانبه لحتى شوي أحمل عنه. هو فخور كتير فيكي على كل حال. خليني أخبر المشاهدين إنه ريما فرنجية ما بتلبس مجوهرات صار لها فترة أبداً. أي شيء من المجوهرات ما بتلبسه، لأنه أنا بتصور إنه سليمان بيك عنده أحلى جوهرة هي زوجته. لا خليني أخذ فاصل. أوكي. نرتاح من بعد الفاصل ننقل. شو رأيك نتقل من هلأ؟ هيك خليني غير جو. خليني انا هلا ضحكك وغير جو. تفضلي معي. ايه بنقول سوا لو سمحتي. لو سمحتي انا بقدر كثير تاثرك ودموعك. موضوع المجوهرات شو؟ ليه ما بتلبسي شيء؟ ما بتلبسي؟ نحن هلا على الهواء. ايه نحن على الهواء. صار لك اكثر من 3 سنين ما بتلبسي. حتى الساعه ما بتلبسي. ما بلبس. ايه مش لاي شيء. كل ست بتحب المجوهرات وبتحب، يمكن شوي هيك بهالوضع الاقتصادي التعبين بالبلد شوي التقشف بالمنظر الخارجي يمكن بيلبق أكثر وضع بلبنان. ولكن عندي قطع كثير إلى عندي قيمة معنوية بحبها كثير بقى. هالقرار هيك بعد شوي عن كل هيدا. مانك بحاجة. الله يخليك. كلمة تذكر. خليني أقول لأنه أنت مش رح تذكريها، بس أنا بعرف أنه تبرعتي فيها هالمجوهرات. لا في قسم صغير حسيت انه قادرة استغني عنه بوقت من الاوقات. سليمان نصح انه نعطيهم لاشخاص يمكن قادرين يستفيدوا منهم اكثر. بس في عندي قصص، يعني في هدية عندي قيمة معنوية اكثر. امسك ايدك. ايه تفضل. اوكي. قيمة معنوية بقى محتفظ فيها.